أحيانا توجد أمام الإنسان معوقات لهذا التدبر القرآني. من أهم معوقات، يقولون من أهم معوقات التدبر القرآني الانشغال بأحكام التجويد، وينسى الإنسان المضامين، كيف ينطق الحرف وكيف يمده، انشغال بمخارج الحروف. بعض الناس خلاص ينشغل بهذا المطلوب، طبعا هو أن مخارج الحروف، المدود، الكذا مطلوبة في القراءة، بس أن أنشغل انشغال كامل بالحروف ومخارج الكلمات ومخارج الحروف، بحيث بعد أغفل عن المعاني. بعد ما مو يم القرآن، أنا يمي كيف أجود، كيف أنطق الحرف، كيف أمد الحرف، كيف أدغم الحرف، ما عندي بعد تفكير في المعنى، تفكير في الشكل فقط. هذه أحد معوقات التدبر، أن تأسرنا القضايا التجويدية المخارجية للحروف للأصوات، وننشغل وننسى تماما المعنى والمضمون. هذا نسميه انشغال عن التأمل. أيضا مما يشغل، مما يمنع من الفهم ويمنع من التدبر، هو مسألة المعاصي والذنوب. الإنسان الملوث بالمعاصي والذنوب يصير حاجب على قلبه. المعاصي تحجب القلب، تحجب النور، تحجب العقل من أن ينكشف على مفاهيم القرآن. بقدر ما تكون المعصية حاجب على القلب، لأن القلب بعد ما ينفتح على القرآن، القلب الذي محجوب بالمعاصي ما ينفتح على القرآن، العقل المحجوب بالمعاصي ما ينفتح على القرآن، فالمعصية حاجب ومانع ومعيق عن التأمل. أيضا من الحواجب والموانع التعصب. واحد عنده فكرة متعصب إلها، هذا ما يقرأ القرآن بموضوعية وما يقدر يستفيد من القرآن. أنت من تقرأ القرآن تخلى عن كل خلفياتك حتى تقول القرآن ماذا يقول. أما أنا أجي أقرأ القرآن وأنا أحمل فكرة مسبقة وأريد أسقطها على القرآن، يعني فكرتي هي أفرضها على القرآن، هذا ما أنفتح على القرآن. فأحتاج إلى شيء من التخلي عن التعصب حتى أستطيع أن أفهم القرآن.